أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. يا ذكر وأنثى وجعلناكم شعوبا وقبائل لتعارفوا إن أكرمكم عند الله إن الله عليم خبير. يا أيها الناس إنا خلقناكم ذكر وأنثى وجعلناكم شعوبا وقبائل لتعارفوا إن أكرمكم عند الله أتقاكم إن الله عليم خبير. قل لم تؤمنوا ولكن قولوا أسلمنا ولما يدخل الإيمان في قلوبكم وإن تطيعوا الله ورسوله لا يلتكم من أعمالكم شيئا إن الله إنما المؤمنون الذين آمنوا بالله
تعملون صدق الله